السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه كروشيه كافيه وحلقه جديده من كافي بريك مع لولي. بشوف في التعليقات ناس بتشتكي من الام الاعصاب بسبب شغل الكروشيه، وفي ناس توقفت عن الشغل نهائيا. ومش بس الام الاعصاب، لا، في كمان الظهر والرقبه وضعف النظر والصداع وغيره. طيب، هو شغل الكروشيه فعلا او اي عمل يدوي هو اللي بيسبب المشاكل دي كلها، ولا في عوامل واسباب تانية هي اللي بتوصل للحاله دي؟ طبعا انا مش دكتوره، ما ينفعش ان اتكلم في مجال مش بتاعي، بس انا بتكلم من حكم خبرتي في مجال شغل الكروشيه، زائد انه انا كمان طبعا بتعرض لنفس المشاكل الصحيه اللي ذكرتها لما بتوقف عن النصايح اللي هقولها لكم بعد شويه. اول حاجه لازم نعرفها ان شغل الكروشيه مش هو السبب في كل المشاكل الصحيه اللي بتحصل لنا. المشاكل دي سببها عوامل تانية وعادات خاطئه في حياتنا، وبدات تظهر وتزيد مع شغل الكروشيه، وكده كده كانت هتظهر وتتفاقم سواء بشغل الكروشيه او من غيره. فانا هقول لكم النهارده على نصايح انا شخصيا بحاول ان اطبقها في حياتي، وكلها عادات هتفيدك وصحتك بشكل عام، وبالتالي هتاثر بشكل ايجابي على اي شغل بتعمليه ومن ضمنه الكروشيه. اول نصيحة هي دي، كوباية المية دي، شرب المية بكميات كفاية. انا عارفة ان انتوا زهقتوا من المعلومة دي، وانا واحدة من الناس للأسف في علاقة عكسية بيني وبين المية، معرفش ليه، لدرجة اني حاليا بجبر نفسي بالعافية، وزي ما انتوا شايفين كده حتى على طول كوباية المية قدامي عشان دايما افكر نفسي بشرب المية، لانه قلة شرب المية سببت لي مشاكل صحية انا كنت هبقى في غنى عنها لو كنت مهتمة من زمان بشرب المية. طبعا مش هتكلم عن فوائدها، في ملايين الناس والمواضيع اتكلمت عن ده، انا هتكلم بس في الجزء اللي يخصنا. الفكرة كلها بالظبط زي المكن والمواتير والمفصلات والحاجات دي كلها، بتحتاج ان هي تتزايد عشان تنعم وتشتغل كويس. فاحنا عضلاتنا ومفاصل ايدينا والحاجات دي كلها برضو نفس الفكرة، محتاجة مية عشان تفضل مترطبة باستمرار. فلما بيحصل فيها جفاف بالتدريج بتبدأ ان هي تفقد الليونة والسلاسة في الحركة، ونبدأ نحس بالألم، وده بيترتب عليه طبعا ألام الأعصاب والفقرات والحاجات دي كلها. كمان قلة شرب المية من احد الاسباب للشعور بالصداع، سبب طبعا انه بيحصل جفاف في الاوردة والشرايين اللي بتوصل الدم للمخ، وبالتالي بنحس بصداع وعدم راحة، ودي في عليه كمان الم العضلات، عشان كده الوضع بيتفاقم ويبدأ يتنقل للاعصاب وغيره. انا عن نفسي عشان احل الموضوع ده بدات اتعود ان اشرب كوبايه ميه الصبح اول ما اصحى، وبعدين بقيت اليوم بعد كل صلاه بشرب كوبايه، بحيث اليوم يعدي ويبقى مينيمم على الاقل شربت 5 أو 6 كوبايات ميه. الموضوع ده فرق معايا للاحسن في حاجات كتيره جدا. النصيحة التانية المهمة جدا جدا، ممارسة الرياضة او الحركة بشكل عام. ما ينفعش ان انت تصحي من النوم اللي هو نايمة اوريدي في حالة خمول بقالك كذا ساعة، وتصحي برضو تقعدي قدام التلفزيون او تمسكي الموبايل، وبعدين تقعدي تشتغلي كروشيه اللي هو اصلا بيتطلب انك تفضلي قاعدة لفترات طويلة. كل ده غير طبعا ان انت بتقعدي اصلا بطريقة غلط، بتبقي تانية ظهرك وموطية رقبتك، فده بيسبب خمول للعضلات والاداء جسمك بشكل عام، وتبدأ ان انت تحسي بالارهاق والالم بسرعة. الصح ان انتي تبدأي يومك بالحركة، وتخلي شغل الكروشيه بعد اي نشاط بدني بتعمليه. فانتي هتصحي الصبح لو انتي مثلا قاعدة في البيت مش بتشتغلي مش بتنزلي، فلازم ان انتي تلعبي اي رياضة خفيفة، والنت طبعا مليان فيديوهات وحاجات كتيرة جدا، ايا كان وزنك او سنك هتعلمك ازاي تعملي رياضة في البيت حتى لو لمدة 5 دقايق، هيفرقوا معاك جدا. فانتي لازم تصحي من النوم تتحركي تلعب رياضة لمدة 5 أو 10 دقايق، تشوفي شغل البيت، تخلصي مشاوير اللي وراكي، ولما تيجي تقعدي يبقى ده الوقت اللي هتشتغلي فيه الكروشيه. ده هيخليكي تحسي بنشاط واقبال كبير على الشغل، عشان حركتي الدوره الدمويه في جسمك، ده غير كمان ان انت هتحسي براحه نفسيه انك خلصتي الحاجات اللي وراكي، وفي الاخر بتكافئي نفسك بانك بتعملي الهوايه اللي بتحبيها. تقسيم الوقت واخد فترات راحه متقطعه. ما ينفعش نفضل نشتغل بالساعات وننسى نفسنا وما نحسش بالوقت، لا، لازم يبقى عندي وعي بالوقت اللي انا بشتغل فيه. بمعنى انه انا مثلا فاضية لمدة 2 ساعة، فببدأ اشتغل لمدة 3 ساعة او 1/2 ساعة بالكتير، وممكن انه اظبط التايمر بتاع الموبايل قدامي عشان يفكرني، واول ما 3 ساعة او 1/2 ساعة بتخلص بسيب الشغل، وببدأ ارفع راسي وعناية وحرك رقبتي شمال ويمين، وابص في اتجاهات مختلفة عشان اريح عناية بعد ما كانت مركزة في اتجاه واحد بس، وببدأ اعمل استراتشنج لعضلات ايدي، مش لازم يعني حركات مخصوص ولا حاجة، لا، مجرد بس ان انت بتحركي ايديكي وبتعملي استراتشنج للايدين. وجربوا تعملوا الموضوع ده مش بس في الكروشيه، لا، لو بصة في الموبايل فترات طويلة او بتكتبي او بتذاكري او بتقري، جربي تحركي رقبتك وتريحي
تفتحي عينيكي بالطريقة دي وهتحسي فعلا بفرق. كمان برضو ما تفضليش قاعدة بشكل متواصل، لا كل ساعة مثلا قومي من مكانك، مثلا صلي، اشربي مية، اغسلي الطبقين اللي سايباهم في الحوض، انشري الغسيل، اعملي اي حاجة لمدة 5 أو 10 دقايق، وبعدين ارجعي تاني كملي شغل واظبطي التايمر على نص ساعة جديدة، وهكذا. هتلاقي نفسك انه عدى عليكي ساعتين او اكتر اشتغلتي فيهم كروشيه وحركتي جسمك وخلصتي الحاجات اللي وراكي في فترات البريك، بدل ما اليوم كله بيضيع وانت قاعدة بالساعات في مكانك بحجة ان انت بتشتغلي كروشيه. هو الشغل في فترة الصبح وضوء النهار، غلط جدا انت تفضلي تشتغلي لحد بالليل وتسهري وكمان تقعدي في اضاءه خافته، ده هيخليكي تبقي مرهقه جدا وهتصحي تاني يوم متاخر، فيبقى خسرتي فتره الصبح لتاني يوم، فتضطري تسهري اكتر وتدخلي في دوامه السهر والارهاق اللي هتاثر عليكي بشكل سلبي وعلى حاجات كتيره جدا في صحتك، وفي الاخر ترجعي تقولي ان الكروشيه هو السبب. خلي دايما شغل الكروشيه يبقى في فترة الصبح ويفضل في ضوء النهار، ولو انت مضطرة تشتغلي في فترة بالليل يبقى لازم تقعدي في اضاءة عالية ويكون اضاءة باللون الابيض زي لومض النيون، وتتجنبي الشغل في اضاءة خافتة او اضاءة باللون الاصفر، لان هو ده اللي بيسبب الاجهاد للعينين وضعف النظر مع الوقت. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من النصايح البسيطة والدردشة اللي حبيت اقولها لكم النهاردة وانا بشرب القهوة، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات ايه الصح وايه الغلط اللي انتوا بتعملوه من الحاجات اللي انا قلتها، واستنوني ان شاء الله لسه في فيديوهات اكتر. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.